تجي سايلة يا عين بالدمعات خير دعوتك وين ما نقول نسيت تجي سايلة بالقدر والتنهيت ويا ريت تنسي وتصبري يا ريت تعيشي الحاضر تترك اللي فات كيف ما خفر صدام في نكوية سلمت فيها رافع الرايات في الأول أعلنت الحرب وتحديت وصارت خيانة في بعض من قوات نهوني وقام يسيبها ما بيت فاوضتهم ورفضت خذوا هاتوا لا متداني حي وتهنيت لومي علي الأيام خوانات ويهيه يا ما شفت يا ما ريت واليوم قاعدة كان ذكريات وانت جبني اللي فات جي سايلة يا عين بالدمعات خير دعوتك وين ما نقول خلاص جرح الضرايا طيبة الأنفاس ونهجم بجيشي على جيوش الياس بصواريخ ومدافع ودبابات يخطر سري بيدير لي هلواس يدورس عليا يجيب لي حاجات خايف يعدلوها علي الناس Thank you.